أنس نفسه قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أنار منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء، فقال أو كل شيء، فقال أنس: ما أنورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تنكرنا قلوبنا، تغيرت. ودي معناها فقدان الصالحين فقدان أمان، فقدان الصالحين فقدان أمان، فقدان أيضا الصالحين فقدان توفيق. لذلك قلت الأمة فقدان العلماء فيها معناها طامة كبرى، معناها أن العقاب على الأبواب والعذاب على الأبواب. الله 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 يحلم على العامة والغوغاء بشدة ما يفعلون من مخالفات الدين لوجود عالم، لأن العالم سيغير ما فيهم ويبين لهم الأفكار وإن طال الزمان، لكن أول ما يسحب منهم العالم اعلم أن الله. شوف هقول لك شيء، ولله المثل الأعلى، أي دولة تريد تضرب دولة وعندها سفارات وحصلت الخصومة وتعالت العداوات ماذا يفعلون؟ يسحب إيه بقى؟ السفارات. ليه؟ ده ينبئ بيه خلاص انتهى الموضوع، لو اسحبنا السفارات يبقى اذا الخط الدموي جاي، صحيح؟ انا اقول الامه الاسلاميه لها امان، امانها وجود العلماء، وجود العلماء اذا اراد الله بهم هلكه على فيهم الجهل، واذا على الجهل عم الظلم، واذا عم الظلم اغضب الرب، فلما آسفونا انتقمنا منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، انت يعني علماءنا كانوا يقولون اختبروا حال الأمة عند الله، اختبار حال الأمة عند الله بإيش؟ احنا قلنا انه افضل الفقه ان تتفقه فيه فعل الله جل فعله. انظر هنا تعرف حال الأمة، اردت ان تختبر حال الأمة انظر ما ما صنع بها في العلماء، هل انشأ فيها علماء او لم ينشأ فيها علماء؟ فإن أنشأ وقبضهم اعلم أن العذاب على الأبواب. بالضبط كالنبي بين الكفار، إذا سحبوه منهم أو ناقلوه يبقى العذاب قادم قادم، العذاب قادم قادم. والحديث صريح قال إن لا تقوم الساعة حتى ترفع علم وهذا الجهل، وإن الله يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور العلماء. لا 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 لا، ما ينتزعش من العلماء، لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالمون لم يبقي عالم، اتخذ الناس رؤوسا فسئلوا فافتوا بغيرهم فضلوا واضلوا، فضلوا واضلوا. هنا تاتي الطمه، هنا ياتي العذاب. وعمر الخطاب قال: لو 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 امروا الجاهل لهلك واهلكهم، ولو امروا العالم لنجا وانجاهم. ولذلك قال: لو كان معاذ حيا لاستخلفته فإذا تعلم الكرب، كل الكرب إذا وجدت العالم يموت ولا تجد له خلفا. هو قال لها: لا كرب على أبيك بعد اليوم، لكن إيش؟ هو الآن إلى الرفيق الأعلى، إيه بقى أصحابه؟ حصل مع أصحابي ما لا ما يمكن أن يحتمل إلا أن الله تعالى قد صنعهم له. أولا أنس قال: ورينا التراب، قبل ما ورات التراب أثبت الناس وأقوى الناس في الحق تزلزل، ارتجف وما استطاع أن يستقيم، وشهر السيف وقال: لو قال أحد بأن محمدا قد مات لقتلته، إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسيعود ليقطع أرجل المنافقين وأيدي المنافقين. عمر الفاروق قال إن سلم: إيه يا عمر، ما سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته؟ مات النبي، تزلزل عمر. شوف شوف قبض بقى، قبض الصالح ماذا يحدث فيها؟ وده مش الصالح اصلا، ده سيد الصالحين، تزلزل عمر. وهنا الثبات ايضا فوارق، فوارق عشان تعلم المساله في الداخل. وزن ابو بكر بالامه فوزناها جميعا وفيهم عمر، تزلزل عمر وتزلزل الناس، والناس في حيره ويقفون بجانب عمر لا يتكلمون، فوقف ابو بكر ثابتا راسخا قال: ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. لكن انا ابين لكم الزلزله بعد موت النبي. قال ابو هريره: مات رسول الله يوم ان مات بابي وامي، اللهم اجمعنا معه يا رب في جنه ونار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. مات رسول الله يوم ان مات، واستخلف ابو بكر، وكفر من كفر من العرب، بل كفر ثلاث ارباع العرب، لانه قال: ما في الا اهل المدينه ومكه وبعض طائف في الطائف، وانتهى. وعبدت الاصنام بعد النبي، ما زال عبدت الاصنام بعده على طول، عبدت الاصنام بعده، ما فيش، مات وعبدت الاصنام بعده.
ارتدوا وردة ردة عظيمة. وأحفاد مسيلمة الكذاب يقول لك نصرنا القضية. أهو أنا بتكلم عن جدكم. أيوة إحنا عندنا المطاويح موجودين هنا الآن، اسمعوها واذهبوا إليهم قولوا إحنا بنتكلم عن جدكم مسيلمة الكذاب. كان كانت الحرب بضراوة مع مسيلمة، وجاء متبجحا ببجاحة وسط للوقاحة يقول له اجعل ملكي بعدك، اجعل ملكي لي بعدك، سنؤمن بك رسول لكن اجعل الأمر يقول إلينا بعدك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه سواك عود أراك، قال أترى هذا؟ والله لو طلبت أقل من ذلك لا تأخذ. وهو كان ويقال رأه سوار من ذهب أو سوارين أهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الله أن ينفخهما فنفخهما فطار. عشان قلت للناس اللي هم الهمج الرعاع اللي عمالين يشتموا وهم اصلا فاضيين لا علميا ولا والجعجعه جعجعه بلا طحن جعجعه بلا طحن. فقلت لهم انتم تنفخون هوا، ما فيكم شيء، انتم ضيعتوا الامه، سنوات العمر ضيعتوا الامه عشان هناك من يسمع لكم ويخاف من المدح او الذم الذي انتم فيه. وابن قدامه قال كلاما من اعجب ما يكون، قال سبب ضلال العلماء مخافة الذم من الناس أو محبة المدح له. أما الناس ورا، كله ورا، الدين هو الذي يحكم. وأنت تنظر إلى السماء ما ترى شيء، ما ترى إلا السماء، نور من السماء هدفك وتسير إليه. فهنا هنا هنا الثبات من عند الله جل في علاه. يموت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا العقاب قادم. حصل الكفر، مسيلمة يقول له أنا لي الملك ما أعطاه، فكانت كان القتال ضاريا حتى تعب خالد بن الوليد. الصحابة أنفسهم تعبوا حتى ذهبوا إلى البراء بن مالك قالوا أنت في الحصن الذي كان فيه أنت مستجاب الدعوة، أدعو الله لنا أن يفتح علينا. ما أبى عليهم في اليوم الأول والثاني والثالث. فلما وجد الجراحات يعني أتعبت الصحابة قام فرفع يديه فدعا الله تعالى أن يفتح عليهم الحصن وأن يليم ظهورهم وأن يكون أول شهيد. فدخل ألقوه الحصن وهو الذي فتح الحصن وولاهم الله ظهورهم وكان هو أول شهيد رضي الله عنه. وأشوف صدق صدق الله صدق الله في صدقهم الله جل وعلا. ففتح الله عليه. لكن لما مات الكرب كله كان على الأمة، ولا يأتي زمن إلا الذي بعده شر منه. والشر هنا نشر الجهل، يعني الأزمنة المتعاقبة شرها الأصيل ترأس الجهلاء. يا رجل الله، هذه نبوءة افهمها. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. الرابضة يأتي يجتزئ جزئيات ويعمل عليها ترند وتفضل بوست، وهو ده اللي فالحين فيه الترندات والبوستات. وهذا هو أمة فاضية ما عندهاش هدف حقيقي تبني. يعني احنا لو وجدنا أن اليهود هجمت علينا لو قبعنا في المساجد جميعا ورب كل واحد منا أخاه أو عائلته على العقيدة الصحيحة، والله سيذوبون ينمعون كما ينمع الملح في الماء. لما؟ لأنهم أتباع الدجال فحكمهم حكمه. لما الخبيث الدجال الخبيث ينظر إلى عيسى ماذا يحدث؟ ينمع كما ينمع الملح في الماء. أو نفس الأمر، والله اليهود نفس الأمر، من وقف أمامهم بعقيدة الراسخة ينمعون كما ينمع الملح في الماء. لكنكم لا تفقهون لا تعقلون. المسألة قد لا تكون بالقوة، مش بقوة السلاح، هي بقوة الإيمان. وده اللي حصل. إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. ليه؟ لأن العقيدة صحيحة. ثبتوا الذين أمنوا وقال أني معكم فثبتوا الذين أمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا ليه ألقى الرعب في قلوبهم؟ لما اهتزت قلوبهم؟ لما ارتجفت أبدانهم؟ لما ها بما شرك الله بين ذلك بالشرك دون عقيدة خلاص. قال فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنا نوصروا بالرعب مسيرة الشهر. لما نفس الأمر لكفرهم. فلذلك نقول لابد أن نبني أنفسنا بناء صحيح. فقال لا كرب على بيكي بعد اليوم. الكرب جاء عليهم وبعد ذلك توالت الأحداث قرون ثلاثة خيرية يتناقص حتى وصل إلينا الآن ونحن أذل القوم أذل الناس ونحن أذل الناس ولن نرتقي أبدا إلا بمقولة عمر الشهيرة. طبعا ليست مقولة عمر، بالكتاب والسنة. قال الله تعالى أيبتغون عندهم العزة؟ أكملوا الآية لو سمحتوا. أردتم العزة خذوها من مكانها. ثم قال عمر الخطاب إيهن يا أبا
عبيدة لو قالها غيرك كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله.